يا اخوان انا اليوم نسيت احكي لكم شو حلمت، اقسم بالله حلمت لكم حلم كنت بدي اكسر التلفون بس صحيت. طبعا الحلم اقسم بالله فجأة بلش اني انا قاعد على السطح ومين معي؟ عمرو دياب، وبقولوش عمرو دياب، بقول له عمر يعني صاحبي الي عليه على الكندرة. والله العظيم والله العظيم. بعدين انا عادي يعني انا قلب صرت اصور سنابات وهو بنطنط حوالي نفسه يطلع في السنابي. يا عمرو دياب لو يشوفني كل من ارضي بيشيلني يا رجل. وما بعرف شو كنت هيئ لي. قال بعدين قرنت على اولاد عمتي بالسعوديه اني افرجيهم عمرو دياب، قال وهم كثير انبسطوا وهيك زي الهبيله هو عمرو دياب هيك بنطنط ومش مبسوط كثير، يعني هو مبسوط علي مش انا مبسوط عليه. الا التلفون برن، وين قاعدين على السطح؟ الالارم صار يرن. اقسم بالله كنت حجيبه شو قافل التلفون ولكم قاعد مع عمرو دياب على السطح، على السطح ولا بالشلحة ولا بالشلحة، يعني يعني كثير. بعدين بقول له ولا بنادوش عمر، فاهم؟ ما كثير. بعدين عندك حلم، في احلام يا اخي مرات بتكون يعني قد ما هي حلوه، انت بتصحى بتصير انت بدك تكملها على كيفك، تعمل حالك رجعت نمت صرت ترسم بتطلع انت كله فارط حقي فاضي، بس بتحاول يعني بتحاول ترجع الحلم بزبطش. يا رجل سبحان الله احنا شعب جد حتى في الاحلام ملناش حظ. الحلم البشع واللي فيه موت وقتل بتحضره كله، بتحضر جميع العزيات وبتحضر جميع المغافر والورق، بتروحش عليك منه شيء. الحلم الحلو يعني بتكون تخطط فيه طول الحلم، بس تيجي بدك تستمتع بتلاقي 100 واحد بصحي فيك ووقت الدوام اجا. يعني اللي حظه اللي ملوش حظ بالحلم يروح ينتحر يا اخوان بصراحه. جد يا اخوان شعور كثير رهيب تحلم في حدا كثير معروف وتكون انت في الحلم مش شايله من ارضه. يعني انا هسه بجوز جد لو اشوف عمر دياب بجوز ما اروحش اسلم عليه لاني كثير كنت مستظرط في الحلم. الله العظيم يا رجل ما بعرف شو بتهيألي ايش ماكل انا ولا كثير. بعدين هذا يدل اذا بتحلم حلم هيك يعني انه مستحيل يصير، اعلم انك كثير بتكون مريح في النوم كثير كثير، بكون لك نايم اقل لي 12 ساعه، مستحيل تحلم هذا الحلم وانت نايم 3 ساعات مستحيل.